بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم على بركة الله في الدرس الأول بالنسبة لمادة البكالوريا اللي هو الكوندنساتور. خلال الدرس نتاع اليوم باش تعرفوا على الكوندنساتور وأهم الوظائف اللي يقوم بها، باش نشوفوا كومون شارجي اي دي شارجي ان كوندنساتور. Maintenant, on va commencer par définir le condensateur. Un condensateur est constitué par deux conducteurs métalliques séparés par un isolant. Les deux conducteurs sont appelés armatures du condensateur. Les isolants sont appelés diélectriques. اش عندنا هنا؟ عندنا هذا الرمز نتاع الكوندنساتور. شنو فيه؟ فيه deux conducteurs métalliques. Conducteur par exemple A et conducteur B. هذو مش سميناهم، سميناهم أرماتير، أرماتير A، أرماتير B. Entre les deux armatures existe un isolant séminé diélectrique. L'isolant اللي هو عازل التيار الكهربائي. بعد ما تعرفنا على الكوندنساتور، شوفوا تو كومون لو شارج و لي ديشارج. ناخد سيركوي إلكتريك متكون من جينيراتور كي ديليفر إن تونسيون كونستون، انتربتور كا، ان ريزيستور، ان كوندنساتور. لأن الأرماتير هذي باش يسموها أرماتير A، هذي باش يسموها أرماتير B. توا باش نعملو أبيض براتيك، عندنا السيركوي إلكتريك نتاعنا تاع بكيلة، عندنا الانتربتور كا، وعندنا هذي بوزيسيون أن، وهذي بوزيسيون دو. أعطيه إيكال زيرو، أومي الانتربتور كا دون لا بوزيسيون أن. Et on charge le condensateur. Au cours de la charge, l'armature A se charge positivement et l'armature B se charge négativement. Le courant électrique est égal à 0. Et la tension aux bornes de condensateur IC est maximale, est égal à la tension aux bornes ديجيناتور. إذا الكوندنساتور وقتاش يحبس مع الشارج وقت التونسيون تاعو إي سي إيتيكال لا تونسيون أو بورن ديجيناتور. باغ إكزومبل هنا عندنا 4 فولت. تو في المرحلة الأولى عملنا شارج، والمرحلة الثانية تو باش نعملو ديشارج. الكوندنساتور نتاعنا عبارة على ريزرفوار. المرة الأولى عملنا له شارج، شارجيناه بلي شارج إلكتريك. المرحلة الثانية باش نعملو ديشارج، عبارة باش نعملو تفريغ باش نفرغو من الشارج الكتريك. دونك اون مي كا دون لا بوزيسيون دو اي اون ديشارج لو كوندنساتور. دونك لور دو لا ديشارج دو كوندنساتور، لا تونسيون او بورن دو كوندنساتور اي سي ديمينيي بروغريسيفمون بور سانيلي او ميم تون كو لو كورون الكتريك. دونك لو كوندنساتور اي كومبليتمون ديشارجي. لهنا معاش نشوفو ني شارج بوزيتيف ني شارج نيجاتيف. الكوندنساتور ولا نوتر. اذا لا تونسيون او بورن دو كوندنساتور اي سي اي تيغال 0 فولت. الكوندنساتور نتاعنا عنده تونسيون اي سي وعنده شارج كي اي كاباسيتي سي. نحبو نعملو علاقة بين العناصر الثلاثة. نعملو بي تي ا relation entre EC, la tension au bord du condensateur, et le charge Q. N EC est égal Q sur C. Donc, Q quoi égal C fois UC. Adna relation هذه 1 و relation 2 هذوما نحفظوهم باركور باش نستعملوهم في الدروس القادمة. عندنا كاباسيتي لونيتي نتاعها شنو هو؟ فاراد. UC لونيتي نتاعها فولت، شارج Q لونيتي نتاعها كولون. يلزمنا نفرقوا بين السي كاباسيتي والكولون اللي هي لينيتي نتاع شارج. الكوندنساتور نتاعنا هو عبارة على ريزرفوار دينرجي إلكتريك. ما
معناتها الريزرفوار تاع طاقة كهربائية. دونك ليكسبرسيون دي ار جي الكتريك باش نكتبوها اون فونكسيون دو اي سي سي لا تونسيون او بورن دو كوندنساتور اي فون اي اون فونكسيون دو شارج كيو. دونك اي سي est égal à 1 demi C IC au carré. Narf il est IC est égal Q sur C. Donc EC en fonction de charge Q est égal à 1 demi en aura IC Q sur C. C en dernier Q sur C le tout au carré est égal à 1 demi C Q au carré à la C au carré norme simplification par C atteint 1 demi Q au carré sur C. Donc finalement EC est égal 1 demi C EC au carré est égal 1 demi Q au carré sur C. هاد الانرجي الكتريك نتاعنا اليونيتي نتاع جول نرمزولها بجي. ما تنساوش باش تعملوا اشتراك في القناة، نشوفكم اول باول وانتظروني في دروس قادمة.